السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي تحية لكم وتبارك الله عليكم. معكم كريم من مجوهرات أميرة، اختصاص ديالنا هو بيع الذهب عيار 18، وكنديروا لا ليفغيزون في المغرب كامل. بيان سور كنتواجدوا في مدينة سطات، الزنقة الذهبية النمرة 61، والتوصيل مجانا إلى جميع مدن المغرب. تبارك الله الأخوات، وتحية تحية لكم كاملين، ونتمنى إن شاء الله الحضور ديالكم. تبارك الله عليكم أخوات. اذا نحاول ايبينغلي لكم نيميرو الواتساب اللي هو ديجا 09 29 72 16 34، والنيميرو الثانيه اللي هي 09 64 46 41 16. هادو بالنسبه للنيميرو ديال الواتساب. تبارك الله الاخوات، فوالا ندير خليوها ايبينغلي. السلام ورحمة الله، لالا شيماء بوزيد، سونيا تسانو، السلام ورحمة الله، تبارك الله الأخوات. وكيف العادة الأوفياء ديالنا، مرحبا. كيف نعاود نذكر الأخوات باللي إن شاء الله الحلقة ديال اليوم غادا تكون خاصة بليزارتيكل كيف العادة، لي زونسومبل، لي غورميت، لي براسلي، و لي باك دالمارياج. وأباغ هادشي كاينة واحد المفاجأة اللي هي دايرين لكم واحد الكوردون ديال الذهب. اللي ان شاء الله هي مسابقه تقريبا نسبيا بسيطه، غير هي هذه المره فيها جزاء لكم نتوما، لان كيف ما كديروا بارطاج ديما، اليوم حاولنا ان هذا البارطاج اللي كديروا لينا ديما، علاش لا ما تجيش اللي دار بارطاج اكثر من الاخر هو اللي غيربح ان شاء الله. ملي غنسالي الحلقه غادي نعلم على الفائز اللي غيفوز معنا بكوردون ديال الذهب. كلشي غيبغي يعرف الطريقه ديال المسابقه او شنو هي. الحمد لله المسابقه سهله، وانا كديري بارطاج يعني اكثر ما كيف البارطاج عندك. وديك الساعه حنا ملي كنساليو اللايف كنشوفو شكون هو اكثر واحد دار بارطاج بزاف، واللي دار بارطاج بزاف كيربح معنا بكوردون ديال الذهب، وغنصيفطوه ليه حتى المدينه اللي هو فيها ان شاء الله باذن الله. ونتمنى اخوات الحمد لله انتم كاملين كديروا لنا بارطاج، وحاولنا اخذنا فكره انكم تفوزوا معنا بهذا البارطاج، واخا حنا كنطلبوكم وانتم ديما الحمد لله كديروا لنا بارطاج بلا حتى شي حاجه، ولكن طاحت عليا فكره انني نهديكم كادو، واللي يعني اللي دار اكثر بارطاج غيفوز. ونتمنى الاخوات كاملين يشاركوا، والبارطاج بارطاج باش كلشي يربح. تبارك الله الاخوات، باش نبداو الحلقه ديالنا ان شاء الله باذن الله. ومره غنعاود نذكر، لان كاين بزاف ديال الاخوان غادي يدخلوا، اخوات غادي يدخلوا، نعاود نذكر لهم باللي راه المسابقه كاينه باش كلشي يفوز، علاش لا. هو بيان سور كاين غير كوردون واحد ديال الذهب، ما دايرينش بزاف، دايرين غير واحد، ولكن ان شاء الله ديما مره غنبداو نديروا لكم بحال هكا مسابقه خفاف. المهم ان شاء الله نتمنوا تفوزوا معنا كاملين. حنان سلام ايطاليا، تحيه لك لالا حنان، وتحيه الناس الجاليه. اذا اخوات بداو الحلقه ديالنا ان شاء الله، لان هاد النسبه اللي كتفرج راها كافيه اننا نوريهم لي زارتيكل اللي عندنا. نبداو بلي زونسومبل اللي هما هادو. اذا نبداو بهاد الانسومبل، هذا انسومبل ديال فان كليف، فيه لاشين شوبار بالبوندونتيف ديالو، وبلا باك والكورميت ولي بوكل ديالهم، بريسك الانسومبل كامل على هاد الشكل فوالا، ما فيش حجر بزاف. والثمن ديالو كيدير 4200 درهم اللي هي 84000 ريال، 4200 درهم اللي هي 84000 ريال، 420 اورو. فوالا اخوات كيجي بهذه الطريقه، شي حاجه زوينه. فاطمه العمري تبارك الله عليك، شكرا لك، مرحبا. 4200 درهم اللي هي 84000 ريال اونسومبل كامل. كيف عاده اخوات، اللي عجباتها شي حاجه او لا انتريسي، ما عليك الا ديري سكرين او لا كابتشور ديكرون، دوزو عندنا نيميرو الواتساب اللي ديجا بينغلي. ونتمنى الاخوات اللي كتخرجوا جداد، نعاود نذكر لكم، لان هذه مسابقه اللي سهله، يعني سهل انك تفوز معنا، هو انك ديري اكثر ما كيف البارطاج. ناديه از بايم، انا درت بارطاج كاع لي جروب، تحيه من روما لاله حسناء تبارك الله عليك. اختي ناديه الحمد لله مزيان هذا البارطاج، ان شاء الله ملي غنساليو اللايف غنشوفوا شكون هو اكثر واحد دار بارطاج، وديك الساعه اللي دار اكثر بارطاج هو اللي غادي يفوز معنا بكوردون ديال الذهب. وانا ان شاء الله عطيوني واحد 10 دقائق غادي نوريكم الكوردون ديال الذهب اللي غتفوزوا به، يعني اللي دار بارطاج بزاف ديال لي جروب هو اللي غيفوز معنا في كوردون ديال الذهب، وغنصيفطوه ليه حتى لعندو ان شاء الله باذن الله. 4200 درهم اللي هي 84000 ريال. هذه مسابقه سهله، ما فيهاش بزاف ديال الشروط، فيها شرط بسيط وزوين وسهل. فوالا 84000 ريال اللي هي 420 اورو.
هذا بالنسبه للثمن ديال هذا الانصومبل. هذا عندنا عاوتاني انصومبل اخر اللي انصومبل ديجا معروف وحاولنا عاوتاني اللي ديما كيتباع وديما كنجيبوه انصومبل ديال غافينيتي لا شيشو بار بوندونتيف ديالو بلي بوكل ولا باك على هذا الشكل. والثمن ديالو 7800 درهم 7800 درهم اللي هي 156 الف ريال انصومبل كامل على هذا الشكل. غورميت ديال شوبار لا شين حتى هي شوبار بوندونتيف غافينيتي بلي بوكل ديالهم بلا باك 7800 درهم اللي هي 156 الف ريال 780 اورو انصومبل كامل. مية وستة وخمسين ألف ريال. فوالا أخوات خليكم معنا. الثمن الأخر ديال كريم 340 هو الثمن الأخر ديالو. صافي حسب لي 140 ولا 140 ماشي مشكل. فوالا أخوات سمحوا لينا 7800 درهم اللي هي 156 ألف ريال. أونسومبل كامل 780 أورو. أنا ما شريتش حتى 100 درهم من نيتك. شامة تبارك الله عليك الرأي ديالك يحترم. بغيت غير نعاود نذكر باللي بيجوتري أميرة اختصاص ديالها هو بيع الذهب عيار 18 وكنديروا لا ليفغيزون في المغرب كامل باش نعاودوا نذكروا الأخوات اللي كيدخلوا جدادات. مجوهرات أميرة كتواجد في مدينة سطات الاختصاص ديالها هو بيع الذهب. لالا شامة ما كنديروش من غير الذهب يعني هادشي اللي كنبينوا هاد لي زارتيك راه ذهب. وهاد الأونسومبل هذا ديال غافينيتي تبارك الله عليك 7800 درهم اللي هي 780 أورو. نعاود نذكر أخوات المسابقة اللي دايرة مجوهرات أميرة اللي مسابقة سهلة يعني اللي داير بارطاج بزاف ديال لي بارطاج. ملي غنساليو اللايف غادي نشوفو شكون هو اللي دار بزاف ديال بارطاج غادي يفوز معانا إن شاء الله بكوغدون ديال الذهب وغنليفريو ليه حتى المدينة ديالو. غادي يعطينا إن شاء الله لادريس ديالو غادي نصيفطو ليه إن شاء الله حتى المدينة. نتمنى من الأخوات كاملين يديروا بارطاج اللايف باش يستافدو من الهدية ديال مجوهرات أميرة. تبارك الله عليكم واخا الحمد لله نتوما ديما كديروا لينا بارطاج وديما الحمد لله طلب منا وكديروه. هاد المره بغينا نهديوكم هديه ولا كانت من نصيب شي وحده الله ييسر لكم. عطيني داك الكوردون ديال الدبل غنديرو ديرو في شي بواط براسلي باش يشوفوا. فوالا لا لي كوردون الاخرين انا غادي نحاول نوريكم الكوردون اللي غتفوزوا به ان شاء الله ديال الذهب اللي غادي يكون من نصيب شي وحده اولا شي واحد فيكم ماشي بالضروري تقداو عندنا. المهم هو انكم ديروا بارطاج وغتربحوا معنا. ديروا في بواطه باش نوريهم الكوردون اللي غيربحوا ان شاء الله. كيف قلت الاخوات اللي غادي بارطاجي بزاف نساليو الحلقه غادي نشوفوا شكون كي بارطاجي ديك الساعه هو اللي غيربح وغنليفريو ليه ان شاء الله الكوردون ديال الذهب حتى لعندو في مكان من طنجه للقويره وحتى الا كان برا غادي نخليو ليه تيجي. اذا نكملوا الحلقه الاخوات عندنا اونسومبل ديال 3 دي يعني ما نكثروش عليكم الهضره. فوالا اونسومبل ديال 3 دي كيف ما كتشوفوا لاشين بالبوندونتيف ديالها بلي بوكل ديالها بالبغاسلي والثمن ديالها كيدير 8000 درهم اللي هي 160 الف ريال. بيان سيغ سي علي دار هادشي حنا الحمد لله مجوهرات اميره كتوجدوا في مدينه سطات معروفين علينا اننا كنديروا مسابقات دي طومبولا كل شهر ولكن هاد المره حاولنا اننا نديروا هاد المسابقه اللي كيف كنقولوا قليله في حق المتتبعات ديالنا الاوفياء. غير هي هاد المسابقه يعني الشروط ديالها سهله ومتوفره على اي واحد يعني ما عليكم الا ديروا بارطاج بزاف ديال بارطاج. وملي غنساليو الحلقه غنشوفوا شكون هو يعني اللي دار بزاف ديال بارطاج هو اللي غيفوز معنا. الحمد لله راه بيناتنا الله كيف كيقولوا وما غنضيعوا حتى شي واحد. تبارك الله الاخوات اونسومبل ديال الذهب لاشين بالبوندونتيف ديالو بلي بوكل ولا باك 8000 درهم اللي هي 800 اورو 160 الف ريال 160 الف ريال 8000 درهم اللي هي 160 الف ريال اونسومبل ديال الذهب ديال 3 دي. اللي عجباتو شي حاجه اولا اللي نال الاعجاب ديالو هذا الاونسومبل هذا ما عليكم الا ديروا لي كابتور ديكرو اولا ديروا لي سكرين ودوزوا عندنا البريفي اولا دوزوا عندنا الواتساب. يزيد بدر الدين تحيه ليك سي يزيد. نتمنى يعني الاخوه اللي كيدخلوا جداد يعجبهم اللايف ديال اليوم وحنا مشرفين بكم لان كاين بزاف ديال الناس كيتابعونا دابا لاول مره كيشاهدوا مجوهرات اميره كنتواجدوا في مدينه سطات. الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب عيار 18 وكنديروا لا ليفغيزون في المغرب كامل. نتمنى الاخوات واخوان اللي كيدخلوا جداد تعرفوا علينا وتحيه لكم وحنا الحمد لله حنا معكم ديما. عندنا هذا الانسومبل هذا لاشين بالبوندونتيف ديالو مشبك والحلقات بالخاتم ديالو الثمن ديالو كيدير 4200 درهم اللي هي 84000 ريال 4200 درهم
اللي هي 84 الف ريال 420 اورو 420 اورو فوالا اونسومبل كامل الثمن ديالو كيدير 4200 درهم اللي هي 84 الف ريال. كيف ما كتشوفوا اخوات اختي امينه باش نشرح لك باش تفوزي هو ما عليك ماشي بالضروره تصيفطي النمره غير هو غديري غير بارطاج يعني حاولي ديري بارطاج بزاف ديال لي غروب اولا ديري بزاف ديال لي بارطاج باش ان شاء الله ملي نساليو اللايف ديالنا غادي ندخلوا نشوفوا شكون اللي دار بزاف ديال بارطاج غيفوز معنا ان شاء الله. فوالا كيف ما كتشوفوا غيفوز معنا بكوردون ديال الذهب على هذا الشكل كوردون ديال الذهب على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا هادو اللي دار بارطاج بزاف غيفوز معنا بكوردون ديال الذهب وحنا غادي نصيفطوا ليه حتى المدينه اللي هو فيه. نتمنى من الاخوات اللي كيدخلوا جدادات اللي يلاه غيتعرفوا على المحل ديالنا حنا كنتواجدوا في مدينه سطات زنقه الذهبيه نمره 61 وكنديروا يعني بيان سور الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب وكنديروا لا ليفغيسون في المغرب كامل. نتمنى من الاخوات اللي عجبتها شي ارتيكل اولا اللي عجبتها شي حاجه دير لي كابتور ديكرون اولا دير لي سكرين دوز عندنا الواتساب. سي رشيد الحمد لله حنا خدامين غير بالنيه كيف كيقولوا كيف ما الناس دايرين النيه كيبارطاجيو الحمد لله حنا دايرين النيه اننا نعطيكم الهدايا واللي يعني اللي غيفوز راه غيفوز حنا الحمد لله راه الله كيف كيقولوا الله معنا هذا ما كان. نتمنى اخواتي يكون عجبهم الاقتراح ديال اليوم. فوالا الثمن ديال هذا الانسومبل 4200 درهم اللي هي 84 الف ريال فوالا كيف ما كتشوفوا 420 اورو هذا بالنسبه لهذا الانسومبل. عندنا انسومبل اخر ديال البنانه على هذا الشكل بالكورميت الليد بلا باك لي بوكل ديالو على هذا الشكل انسومبل كامل الثمن ديال هذا الانسومبل هذا 5500 درهم اللي هي 110000 ريال 5500 درهم اللي هي 110000 ريال انسومبل كامل 550 اورو. اللهم امين اختي فاطمه الزهراء شكرا لك وشكرا الاخوات كامل اللي كيتبعونا من الاول حلقه حتى الاخر حلقه تحيه لكم وتبارك الله عليكم. فوالا 5500 درهم انسومبل كامل ديال البنانه اللي هي 550 اورو 110000 ريال. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يعرفوا المسابقه هي هذه هي اللي غيربح معنا ان شاء الله غيفوز بكوردون ديال الذهب على هذا الشكل وباذن الله ملي غنساليو ان شاء الله اللايف غادي نشوفوا شكون هو اكثر واحد دار بارطاج وان شاء الله اللي فاز معنا غادي يدوزو بريفي وغنليفريو ليه حتى المدينه اللي عنده. هو ماشي بالضروري تقداو عندنا هو المهم هو انكم ديروا بارطاج والحمد لله راه حنا عندنا المتابعات ديالنا كيف كنقولوا من طنجه للكويره والعالم كامل الحمد لله. بيان سور كاين بزاف ديال الناس اللي كيتبعونا وكاين بزاف ديال الناس اللي ما كيتبعوناش حنا الحمد لله بغيناكم كاملين تتبعونا ونتمنى الاخوات يعجبكم عاوتاني هذا الانسومبل هذا اللي انسومبل الثمن ديالو جد مناسب انسومبل ديال الذهب ثمن مناسب 5600 درهم اللي هي 112000 ريال ان شاء الله. لاله سميره غادي ندوز معك البراسليات باذن الله خليكم معنا وما يكون غير خير ان شاء الله. 5600 درهم اللي هي 112000 ريال 560 اورو على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا اخوات 560 اورو اللي هي 5600 درهم 112000 ريال 560 اورو. كنعاود ديما نذكر الاثمنه بالدرهم وبالريال وبالاورو باش كلشي يوصلوا الثمن لان كاين بزاف ديال الناس اللي كيعرفوا الدرهم وكاين اللي ما كيعرفش الريال وحنا ما علينا الا نجاوبكم بكلشي. فاطمه العامري الله يعاونكم انا كتعجبني السلعه ديالكم شكرا لك لاله فاطمه ونتمنى الاخوات كاملين تعجبهم السلعه ديالنا وتعجبهم بيان سور اللي كنركزوا عليه بزاف هو الجوده والمعامله. نتمنى الاخوات كاملين يكونوا عجبهم لهذا الشيء بزاف. فوالا عندنا عاوتاني اونسومبل الثمن ديالو كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل الثمن ديالنا 2600 عندنا هذا الاونسومبل هذا ما فيش الكورميت ديال اليد. لاله سناء بالنسبه اللي بغيت تعرفوا شكون اللي غيفوز غنساليو اللايف باذن الله مع غنساليو اللايف غتعطيونا 30 دقيقه باذن الله ونجاوبكم شكون اللي ربح معنا. بيان سور حنا ما غادي نضيعوا حتى شي واحد وما عليكم الا البارطاج بارطاج وان شاء الله تنالوا يعني تفوزوا معنا. هذا الثمن ديالو كيدير 2600 درهم اللي هي 260 اورو 52000 ريال. هذا اونسومبل زوين الثمن ديالو كيدير 52000 ريال اونسومبل كامل 260 اورو اللي هي 52000 ريال. اخوات نعاود نذكر باللي نيمورو الواتساب راه ديجا ايبينغ لي عندكم اللي هي 09 29 72 16 34 اولا 09 64 41 16. جو بارطاج افيك بليزيغ غروب شكرا ليك وتحيه ليك
وشكرا على الاخوات كاملين اللي كيتبعونا من اول حلقه حتى لاخر حلقه. شكرا لكم على الدعم ديالكم على البارطاج ديالكم، وحنا الحمد لله كيف ما نتوما كتبارطاجيو بزاف كيف ما حنا مره نديرو لكم مسابقات على شكل كوردون ديال الذهب 52 الف ريال اللي هي 2600 درهم. سلام عندكم سنسه ديال الصوره؟ لا لا مهر، لا لا شيم بالصوره ما كنديروهاش مدام نهار مهر سمحي لينا. ولاد السي عندنا البريفي كاين دي موديل اخرين، كاين شكل جديد تبارك الله على الاخوات. نعاود نذكر لان كاين بزاف ديال الاخوان كيتبعونا من جديد بفضل يعني البارطاج ديالكم. معكم كريم من مجوهرات اميره، كتواجدوا في مدينه سطات بالضبط في زنقه الذهبيه نمره 61. اختصاص ديالنا هو بيع الذهب عيار 18، وكنديروا لا ليفغيزون في المغرب كامل. فوالا لالا اريما سميره، بالنسبه للذهب دابا حاليا في المغرب كيدير 360 درهم ابتداء من 360 درهم اللي هي 7200 ريال الغرام. عندنا مدام هذا الانسومبل، هذا الانسومبل ديال الخميسه على هذا الشكل وفيه عوينه ان شاء الله. لالا هاله غادي ندوز معك حوالقات. ملكي ملك ديما متبعك وتبارك الله عليكم، شكرا لك لالا ملكي، شكرا الاوفياء ديالنا كاملين وتبارك الله على الحضور ديالكم. واللي كيفرحني اكثر هو التعاليق الجميله ديالكم الحمد لله المحترمه تبارك الله عليكم اخوات. اونسومبل هذا كيدير 5600 درهم اللي هي 112000 ريال. ام اسامه كاينين زويقات ديال البنيات موجودين، كنحاول نهضر في الزربه باش كلشي نجاوبو باش شي واحد ما يبقى فيه الحال. خديجه اختي كنديروا لا ليفغيزون في المغرب كامل بيان سيغ. لالا زهره كاينين دمالج، عندنا هذا الاونسومبل هذا 5600 درهم اللي هي 112000 ريال بيان سيغ عيار 18 لالا فاتي. وبيان سيغ عندنا الخويت مد ماريا السي عماد، مرحبا بك. الا خليتيك مع خليتيك مع خليتي الا بقيتي معنا السي عماد ان شاء الله راه غادي ندوزو دابا المارياج زوينين. اولا الا كنتي زربان غدوز عندنا الواتساب ونصيفطو لك لي موديل على الراس والعين، مرحبا بك. اذا الاخوات غادي نبداو بلي غورميت لان معروف علينا اننا كنبداو دي زارتيكل مستفين ومقادين. دابا غادي نبداو ان شاء الله بلي غورميت، سالينا من لي زونسومبل وغنبداو بلي غورميت على هذا الشكل. عندنا هذا الشكل ديال لي غورميت زوينين سامبل شي حاجه صيفيه ولاشي يعني الكورميت ديالها رقيقه والثمن ديالها كدير 1000 درهم. تحيه لك سي هشام العتاوي تبارك الله عليك. الثمن ديال هاد الكورميت 1000 درهم اللي هي 100 اورو 20000 ريال، ثمن جد مناسب. هشام تبارك الله عليك شكرا لك، الله يجازيك سي هشام مرحبا. ونتمنى ان شاء الله اللي دار بارطاج بزاف هو اللي غيفوز. ونتمنى الاخوات كاملين اللي النيه ديالهم الحمد لله صافيه كيف كيقولوا راه هو اللي غيفوز الحمد لله. النية ديالنا راه حتى حنا الحمد لله صافية ونيتكم صافية وإن شاء الله الله ييسر لينا وييسر لكم. 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. اللي عجباتها شي حاجة ما عليكم إلا ديروا كابتيغ دو كرون السكرين ودوزوا عندنا الواتساب أو دوزوا عندنا البريفي. لالا سارة سمحي لي ما قريتش الميساج ديالك قلتي لي جاوبني. تبارك الله خويا الله يوفقك، شكرا لك أزهر. حنا لالا لبنى كاينين في مدينة سطات بالضبط في زنقة الذهبية نمرة 61. عندنا هاد لي كوغميت ديال غافينيتي شي حاجة غزالة وزوينة. فوالا كيف ما كتشوفوا فيها لي بول هذا الشكل هذا، والثمن ديالها 2600 درهم. 2600 درهم اللي هي 52000 ريال. 52000 ريال الثمن ديالها جد مناسب. محمد سلام الله يحفظك ما جاوبني الثمن البلاتين الجرام شحال الثمن. اسمح لي يا سيدي حنا كنديروا غير الذهب ما عندناش بلاتين وكنعتذر منك سيدي. فوالا كيف ما كتشوفوا الثمن ديال هاد الكوغميت كدير 2600 درهم اللي هي 260 اورو 52000 ريال. ميري لا ما عندناش مخاف ديال الشهر ولكن عندنا شوكات شي حاجه زوينه. الا بغيتي دوزي عندنا البريفي نوريك الشكيلات ديالها والاثمنه ديالها. اخوات باش نعاود نذكر كاين بزاف ديال الشكيلات بزاف ديال الجديد بزاف ديال السلعه. الا كان لايف ما كيكفيناش اننا نوريكم كلشي غدوزو عندنا البريفي ونعطيكم كلشي ونوريكم كلشي. خليكم معنا وكاين عندنا عاوتاني هذا الشكيل ديال غورميت. فوالا كيف ما كتشوفوا كنعتذروا اخوات كنعتذروا منكم كاين واحد الخطا كنعتذروا منكم اخوات. فوالا كاين بزاف ديال لي غورميت عندنا هذا الشكيل هذا. عطيني لي غورميت اللي تحت ياسين. عندنا هذا الشكيل هذا كنعتذروا منكم اخوات. عندنا الثمن ديال هذا الغورميت هذه اللي الثمن ديالها كيدير 3400 درهم. 3400 درهم اللي هي 68000 ريال. 3400 درهم اللي هي 340 اورو 68000 ريال. شي حاجه شوبار زوينه وصحيحه والثمن 68000 ريال. خويا واش يمكن لك تصايب غورميت بسميت رحيل؟
اختي فاتي مرحبا بك، دوزي عندي غير الواتساب راه هو ديجا ايبينغلي، واي اي سميه بغيتي صايبوها لك اختي فاتي مرحبا بك. لالا ماجدة بالنسبة للجرام ابتداء من 360 درهم ليا 7200. إكرام أمين، حنا الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب، عندنا غير الذهب أختي فوالا. عندنا هاد الكورميط هادي ديال غافينيتي شي حاجة ممتازة، الثمن ديالها كيدير 7200 درهم، 7200 درهم ليا 144000 ريال، 144000 ريال شي حاجة ممتازة وغزالة على هاد الشكل. 7200 ليا 720 اورو، تبارك الله الاخوات. سلام، انا درت لكم بارطاج. نعاود ذاك الاخوات والاخوه اللي كيدخلوا جداد، بالنسبه للايف ديال اليوم راه لايف خاص ولايف كيف كنقولوا، حاولنا كيف ما الناس كيديروا لنا ديما بارطاج وديما الحمد لله كيديروا فابور، دابا حاولنا نهديوكم واحد الهديه على هذا الشكل. هذه مسابقه زويونه وكتفوزوا معنا بكوردون ديال الذهب، فوالا كيف ما كتشوفوا كوردون ديال الذهب اللي دار بزاف ديال البارطاج. ملي غنساليو ان شاء الله اللايف غادي نعلموا على الفائز اللي دار بزاف ديال البارطاج ان شاء الله باذن الله، يعني اللي دار بزاف ديال البارطاج هو اللي غيفوز معنا كوردون ديال الذهب، وان شاء الله كنليفريو ليه حتى المدينه اللي ساكن فيها هو. ما كايناش شي حاجه ديال الفقراء اقل من 600 درهم. خليل صحراء، الحمد لله حنا كنا فقراء عند الله، مي الحمد لله السلعه موجوده، كاين قل من 600 كاين قل من 500 ماشي مشكل، الا دزتي عندنا بريفي غادي نعطيوك السلعه اللي بغيتي. الحمد لله كل شيء موجود وكل شيء الحمد لله كاين. فوالا اذا غادي ندوزو لهاد لي غورميت ديال 3 دي، عندنا هاد لي غورميت ديال 3 دي. اخوات اللي ما كنجاوبش كنعتذر منكم لان راه لي ميساج كيدوزو شويه بالزربه. عندنا هاد الكوغميط هادي ديال 3 دي، الثمن ديالها كيدير 1950 درهم، 1950 درهم اللي هي 39000 ريال، 39000 ريال اللي هي 1950 درهم 195 اورو، 39000 ريال. الكوغميط ديال 3 دي اللي عجبتها شي حاجه ما عليكم الا ديروا كابتشور ديكرون للسكرين دوز عندنا الواتساب. نعاود نذكر الاخوات كاين بعض لي ميساج اللي قالوا في ديزارتيكل غاليين. الحمد لله المجوهرات اميره معروفين الحمد لله بالجوده والاتقان وبلي موديل، الا لقيتي الثمن طالع عرفي راه الجديد وشي حاجه اللي سوليد وصحيحه، لقيتي الثمن راه شي حاجه خفيفه، هذه راه معروفه بالذهب. فوالا عندنا ثاني هاد الكوغميط هادي حتى هي الثمن ديالها كدير 1900 درهم، 1950 درهم اللي هي 39000 ريال، 1950 درهم اللي هي 39000 ريال. يا رب تكون من النصيب ديالي. اكرام امين ان شاء الله. الحمد لله كيف كيقولوا منيه غير باه، تبارك الله عليكم، وان شاء الله نتمنى كلكم والناس كاع اللي متبعينا نتمناهم يفوزوا. انا هذا ما كان، انا الحمد لله ما كنفضلش يعني بين هذا وهذا، حنا الحمد لله كنتمنى الفوز للجميع، هذا ما كان غير هو يعني كيف كنقولوا هديه قليله في حقكم، لان خصوصا التعاليق الجميله ديالكم اللي الحمد لله هي اللي كتحفزنا اننا ديما نكونوا معكم في حسن الظن كيف كيقولوا. وتحيه لكم كاملين الاخوات. نكملوا مع لي غورميت، كاين عندنا هذا الموديل الثمن ديال هذه الغورميت هذه ديال 3 دي كدير 2200 درهم اللي هي 44000 ريال، 2200 درهم اللي هي 220 اورو، 44000 ريال، 44000 ريال 2200 درهم. فاتي فلوغ، انا درت بزاف ديال البارطاج، تحيه لكم وشكرا لكم بزاف بزاف. هذا طلب لينا والحمد لله ما خسرتوش، وتحنا رحنا معاكم الحمد لله بالهدايا. وهذه راه بعيده على طومبوله اللي كدير مجوهرات اميره، هذا غير هديه كيف كنقولوا، هذه غير هديه ديال البارطاج. اما المسابقات راه كتكون كل شهر، اللي كتقدى عندنا راه بيان سور كيفوز، اي واحد جا تقدى عند مجوهرات اميره راه كيفوز. الحمد لله كانت يعني الاختصاص ديالنا، لان كاين بعض الاخوات كيسولوا على المحل فين جا، كنتواجدوا في مدينه سطات زنقه الذهبيه النمره 61، كنديروا لا ليفغيزون في المغرب كامل. اي ارتيكل عجبك ما عليك الا دوز عندنا الواتساب، تعطينا النيميرو ديالك لادريس ديالك ونصيفطوا لك السلعه فين ما كنتي، بيان سيغ ا دوميسيل توصلك حتى للدار. عندنا عاوتاني دي موديل اخوات، فوالا عندنا هاد الكوغميط هادي الثمن ديالها تاهي جد مناسب مقارنة مع الجودة ديالها، الثمن ديالها كدير 3100 درهم، 3100 درهم اللي هي 62000 ريال. سي عماد خليك معايا غادي نوريك ان شاء الله خواتي مارياج، انا مفكرك اخويا كون هاني.
انا تقديت ولكن ما فزتش. لا لا فاتي تبارك الله عليك، وهذاك الشيء كيبقى غير كيف كنقولوا نصيب ديال كل واحد. يعني ازهر 3100 درهم اللي هي 62000 ريال، 62000 ريال، 310 اورو اللي هي 3100 درهم. بالنسبه للاخوات اللي بغوا يعرفوا امتى غادي يعني تفوزوا معنا، ان شاء الله ملي غنساليو اللايف مع غنساليو وغتعطيونا 30 دقيقه باذن الله، وديك الساعه غنعلموا على شكون اللي فاز وشكون هو اكبر يعني يعني اكثر واحد دار بارطاج. هذا ما كان، وكيف كنقولوا بيناتنا الله راه الحمد لله ما غنضيعوكمش وما غاديش يعني نعطيو لشي واحد اللي يعني اللي ما دارش بارطاج. عندنا غورميت ديال فراشه الثمن ديالها 2150 درهم، 2150 درهم اللي هي 43000 ريال على هذا الشكل، 2150 درهم. كيف ما كتشوفوا اخواتي الا عجبتكم شي حاجه ديروا لها سكرين اولا ديروا لها كابتور ديكرون ودوزوا عندنا الواتساب اولا دوزوا عندنا البريفي. فوالا بالنسبه للهديه راه ذهب اختي فاطمه الزهراء، هي هادي هذا كوردون ديال الذهب، هذا هو الكادو اللي غنعطيوه. الحمد لله انتم ما تستاهلوش البلاكيون، ما تستاهلوش النقره، تستاهلوا الذهب كيف كنقولوا شي حاجه اكثر من الذهب. كوردون ديال الذهب على هذا الشكل، اللي دار بزاف ديال البارطاج هو اللي غيفوز معنا. خوشيغ لاله هبه تبارك الله عليك والراي ديالك يحترم اختي هبه. هو بالنسبه للثمن يعني على حسب الجوده اختي، يعني غدوزي عندنا البريفي باش نوريوك بزاف بزاف ديال يعني الكراماج، الكراماج ديال السلعه يعني الجوده. هذا ما كان عندنا هاد لي غورميت على هاد الشكل ديال الخميسه ديال غافينيتي، شي حاجه ممتازه. الثمن ديالها كيدير 1300 درهم، 1300 درهم اللي هي 26000 ريال، 1300 درهم اللي هي 26000 ريال، 130 اورو، 130 اورو. الحمد لله بسبب هذا البارطاج اللي كديروا كنتعرفوا على ناس الحمد لله حتى هما يعني اللي غيكونوا حتى هما ديما معانا وديما غيتبعونا حتى هما. نتمنى منكم يعجبكم اللايف ديال اليوم وتعجبكم ان شاء الله المعامله وتكونوا راضين على السلعه ديالنا. هذا هو الغرض ديالنا حنا في هذا اللايف، والغرض ديالنا اننا نتعرفوا على ناس الحمد لله زوينين وطيبين. فوالا عندنا هاد الكورميت ديال اكس كيف ما كتشوفوا، عندنا هاد الكورميت الثمن ديالها كدير 3300 درهم، 3300 درهم اللي هي 66000 ريال، 66000 ريال 330 اورو. هذيك الكورميت اللي طاحت راه من نصيبي الله ما يسيريش. تبارك الله عليك الله يحفظك اختي للاخت، وان شاء الله علاش لا. 3300 درهم اللي هي 66000 ريال. بيان سور لاله وفيطه هادشي راه ذهب كيف كنقول الاخوات كاع. انا ما كرهتش كاع هادو اللي كيتبعونا دابا، ما كرهتش منكم الا درتو جيم لاباج ديالنا باش ديما ديما يوصلكم الجديد. الا درتو جيم لاباج ديالنا ديما غادي يوصلكم لي زارتيكل اللي كنديرو، لي بروموسيون اللي كنديرو، العروض اللي كنديرو ديما، وتبقاو ديما يعني متعرفين علينا. هذا ما كان، والحمد لله كيف كنقولوا راه كاين بزاف ديال الناس اللي كيبغيونا وكاين بزاف ديال الناس اللي ما كيبغيوناش. الحمد لله حنا كنبغيوكم كاملين، هذا هو الرباح. لان الكمال لله كيف كيقولوا. عندنا عاوتاني هاد الكورميت ديال القشاوش فوالا كتجي على هاد الشكل، هادي كورميت شي حاجه غزاله ممتازه، والثمن ديالها كيدير 3100 درهم، 3100 درهم اللي هي 62000 ريال، 62000 ريال على هاد الشكل، 3100 درهم اللي هي 310 اورو، 310 اورو، 62000 ريال. انا كنخلي لكم الوقت فين ديروا كابتور دو كرون، ديروا سكرين باش الى تفوقتوا انكم تجيو عندنا لمدينه سطات. ما عليكم الا تورونا التصويره ديال الارتيكل ونجبدوه لكم الا كان يعني باقي في ستوك، اولا دوزوا لا كوموند ديالكم عبر الواتساب ونصيفطوها لكم عبر الامانه. 3100 درهم اللي هي 62000 ريال. شكرا لك سي هشام على التعليق ديالك الجميله، شكرا لك. فوالا عندنا هذا الموديل ديال الخميسه، هذا الكورميت ديال الخميسه، هذه الثمن ديالها كدير 750 درهم، 750 درهم اللي هي 15000 ريال. ديما جيم درت البارطاج صيفط لي الكادو، ام امين تبارك الله عليك. شكرا لك، وان شاء الله الا كانت من النصيب ديالك علاش لا، حنا ما غنضيعوا حتى شي واحد باذن الله. 750 درهم غورميت ديال الخميسه 15000 ريال،
75 اورو اللي هي 750 درهم. دي زارتيكل زوينين ديال الذهب، شي حاجه غزاله. وبالنسبه لهذه راه ماشي شي حاجه اللي غليظه ولا، المهم هذه راه رقيقه، فوالا رقيقه ماشي شي حاجه غليظه، ولكن الثمن ديالها كدير 750 درهم. شكرا لك سي امين فيلالي، تبارك الله عليك، تحيه لك من هذا المنبر. وعندنا عاوتاني دي غورميت على هذا الشكل، هادو دي غورميت ديال القشيوشات، فوالا الثمن ديالها. عندنا غورميت على هذا الشكل ديال القشيوشات، والثمن ديال هذه الغورميت هذه كدير 1300 درهم. جيم جو بارطاج، شكرا لك لي اختي نسري، مرحبا بك. 1300 درهم اللي هي 26000 ريال. فاطمه العامري، ماشي شي حاجه اللي صحيحه بزاف اختي فاطمه، ماشي حاجه اللي رقيقه وصيفيه كيف كنقولوا، يعني كاين دي زارتيكل اللي بعض المرات كيكونوا رقاق وما صحاش ولكن كيبغيوهم الناس. هذه كدير 1300 درهم اللي هي 26000 ريال، 26000 ريال. خميسه نصورها فاتي فلوغ، ماشي مشكل، انا قريت الميساج ديالك، غنعطيك غورميت دابا تصوريها. فوالا اختي فاتي، الى عجباتك ديري لها سكرين او لا كابتور ديكرون، دوزي عندي البريفي، انا غنخليك الوقت فين تصوريها اختي فاتي. فوالا صوريها. شكرا لك لاله ساره، وشكرا للاخوات حتى هما اللي كيدخلوا جدادات، مرحبا بكم. ونعاود نذكر باللي الاخوان والاخوات اللي كيدخلوا جداد سواء رجال او عيالات او بنات او اولاد، مرحبا بكم. معكم كريم من مجوهرات اميره، الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب عيار 18، وكنديروا لا ليفغيزون في المغرب كامل، فيما كنتي يجي الارتيكل حتى لعندك. بيان سور حنا لا ليفغيزون كنديروها عبر الامانه، يعني اي ارتيكل عجبك كنصيفطوه لكم ما بين 24 48 ساعه. مرحبا بكم، حنا الحمد لله نتمنى غير لي زارتيكل اللي كندوز معكم ينالوا الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للمسابقه اللي دايرين هو لي بارطاجا بزاف بزاف هو اللي غيفوز معنا ان شاء الله اليوم بكوردون ديال الذهب. ملي غنساليو اللايف غادي تعطيونا 30 دقيقه باش نعرفوا شكون اللي فاز، وغادي ان شاء الله ندير واحد اللايف صغير نعلموا على اللي فاز. تبارك الله الاخوات، بارطاجيت اكثر من 150 جروب مغربي، ولا بغيتوا حتى جروبات اجنبيه مرحبا، او غير ما بغيتوش تربحوني وصافي. بس ما امل، تحيه ليك وتبارك الله عليك، ما عندي ما يتسال، كنتمنى ان شاء الله تفوزي حتى انتيا. فوالا عندنا اخوات، عندنا هاد الكوغميط هذه على هذا الشكل، هذه رقيقه ولكن مضوبله كيف كتشوفوا وفيها حجيرات، هذه كوليكسيون زوينه، شي حاجه زوينه وغزاله ديال باتشا. الثمن ديالها كيدير 1500 درهم، 1500 درهم اللي هي 30000 ريال. فوالا على هذا الشكل، هادو بجوج، يعني هي راه مجموعه غير في كوغميط واحد ولكن هي على جوج 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 سناسل. 1500 اللي هي 150 اورو، 30000 ريال. الجوهره حنا كنتواجدوا في مدينه ستات، نتوما وبيجوتري كتشرفوا مدينه ستات، تبارك الله عليك الحمد لله. هو كان كيف كنقولوا كنشرفوا باسم، يعني نهضروا على المغرب كامل، كنشرفوا المغرب الحمد لله، لان بحال ستات بحال كازا بحال طنجه، يعني من ستات يعني ما كيف كيقولوا من طنجه للقويره، الحمد لله كل شيء بحال بحال. مرحبا بك، احنا الحمد لله كنعتبروا ريوسنا في بلد واحد اللي هو المغرب، ماشي بضروري مدينه. عندنا هاد الكوغميط هادي ديال التخطيط كيف كيقولوا نبضات ديال القلب، شحال خميسات ديال 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 اليد اختي ملك اميره؟ بالنسبه للكوغميط ديال الخميسه دوزناهم 750 درهم، كوغميط ديال الخميسه 750 درهم. عندنا كوغميط ديال التخطيط الثمن ديالها كدير 1300 درهم، هي 26000 ريال. كريم صديق، بيان سور 100% ذهب، لان الذهب فيه عيار 18 هو اللي كيتواجد في المغرب اللي هو هذا، 1500 درهم اللي هي 30000 ريال، 150 اورو غورميت ديال التخطيط، شي حاجه ممتازه وغزاله وزوينه. دابا غادي ندوزو ان شاء الله لي باك ديال المارياج، لان كاين واحد الاخ قال لي لي باك ديال المارياج وانا ما ناسيش، ولا غادي نحاول ندوز معاك غير ثلاثه ديال لي باك ديال المارياج، ولا ما عجبوكش غادي نعطيك نيمو هاد الواتساب، هو ديجا ايبينكلي، ونوريك بزاف بزاف ديال الشكال اللي عندنا في الواتساب. مرحبا بك. فوالا عندنا هاد المارياج، ملك اميره تبارك الله عليك، لاله ملك الراي ديالك يحترم، والحمد لله نتمنى من هنا قدام نلقيو اللايف بطريقه اللي تعجبك باذن الله. مرحبا بك لاله ملك، والراي ديالك يحترم. فوالا كيف كتشوفي، كيف كتشوفوا اخوات كاملين،
هاد لاباك ديال ماريا شي حاجه زوينه، الثمن ديالو 2300 درهم اللي هي 46000 ريال، 2300 درهم اللي هي 230 اورو 46000 ريال. ان شاء الله انا غادي ندوز معكم حتى الحلقات، خليكم معنا كاين بزاف ما يتشاف. سعاد بغات الكورميت المدوبله، واش ديال الريالات ولا فوالا؟ انا نخلي لكم الوقت فين تصوروا هاد الكورميت، فوالا انتم صوروها اولا ديروا لها سكرين ودوزوا عندنا الواتساب باش نوريوها لكم مزيان. فوالا انا نخلي لكم الوقت فين تصوروا. ثمن 1300 درهم اللي هي 26000 ريال، وغنوريك حتى هاد الكورميط هادو اللي كانت قالت لي الاخت هي صورها. فوالا كريمه بيان سور غدوزي في القرعه، اللي دار بارطاج كلشي اللي دار بارطاج وغيشارك في المسابقه. انت حاولي ديري لها كابتشور ديكرول سكرين ودوزي عندنا الواتساب. مدام مرحبا بك. اللي بغى مازال يتعرف على مجوهرات اميره، اللي مثلا يلا كيتفرج لايف وما قنعوش اللايف اولا ما عجبوش اللايف، ما عليكم الا يعني دخلوا لاباج ديالنا بيجوتري اميره مدينه سطات وديروا لي زافي ديال الناس باش تعرفوا الناس اللي تقدوا عندنا وتعرفوا الاراء ديالهم. والحمد لله نتمنى السلعه ديالنا تنال الاعجاب ديالكم ونكسبوا الثقه ديالكم باذن الله. اذا غادي ندوزوا عندنا هاد لاباك ديال مارياج ديال ثلاثة، باك ديال مارياج ديال ثلاثة. حنا حاجبين عليك، اسف دير لينا دي بريز وينين. ان شاء الله مرحبا بك، الله يهدي مرحبا. عندنا هاد لاباك، لا بغيت اللي مدوبله، راني ديجا دوزت لاله سعاد. عندنا هاد لاباك ديال المارياج الثمن ديالو كيدير 1800 درهم اللي هي 36000 ريال، 1800 درهم اللي هي 36000 ريال. على هاد الشكل ثلاثه ديال خويت مات رقاق 1800 درهم. انا لقيت لا فيجوتري خاصني غير المدام، الله يوفقك خويا والله يسمعك ان شاء الله اخبار خير من هنا قدام. الله ييسر لكاع الناس اللي ناويين ان شاء الله الزواج، الله ييسر لهم. عندنا لاباك ديال المارياج 1800 درهم اللي هي 36000 ريال. خديجه حنا كنتواجدوا في مدينه سطات اختي خديجه، ولا تسي عندنا الواتساب ان شاء الله ما عليك الا تصيفط لينا ميساج يعني نوريك لي زارتيك اللي بغيتي ماشي مشكل. عندنا واحد الموديل زويون فوالا، شي حاجه غزاله كيف كنقولوا كرياسيون ديامو، شي حاجه هو ماشي ديامو مي غير الموديل ديال ديامو، والحجر ديالنا يعني شي حاجه كريستال ممتاز لا فينيسيون الصح ديالو. ثمن 3300 درهم، 3300 درهم اللي هي 66000 ريال، 66000 ريال، شي حاجه ممتازه وغزاله. الا ما بانش لكم مزيان دوزوا عندنا الواتساب ان شاء الله ولا دوزوا عندنا البريفي وما يكون غير خير. شكرا لك لاله خديجه الوردي على التعليق ديالك اللي تعليق الحمد لله زوين وكيزيد يحفزنا كيف كنقولوا، لان اي تعليق زوين وجميل الا هو اللي كيخلينا نزيدوا نوريكم الجديد ونزيدوا معكم ان شاء الله الا طول الله العمر. خاتم غزال تبارك الله عليك لاله حنان، شكرا لك. عندنا هاد لي موديل عاوتاني في خويت مات ديال الوحدات ليا، حنا في مدينه سطات بالضبط في الزنقه الذهبيه نمرة 61 وكنديروا لا ليفغيزون في المغرب كامل، عندي امان نربح ان شاء الله لاله كريمه. غير بدل الحرفه خويا ولاد البلاد حتى واحد مابقى باغي يتزوج. تبارك الله عليك سي حمزه، هو هذاك الشيء كيبقى ارزاق سي يحيى، ارزاق الحمد لله في يد الله كيف كيقولوا. عندنا هاد لاباك هذا الثمن ديالو كيدير 3100 درهم اللي هي 62000 ريال. خويا كريم ما تنسانيش ميغي، تبارك الله عليك مرحبا. 3500 درهم اللي هي 70000 ريال، موديل زويون كيف كيقولوا موديل كارتي في البيض والبرونز والصفر. سي يوسف حنا كنتواجدوا في مدينه سطات، اختصاص ديالنا هو بيع الذهب عيار 18 وكنديروا لا ليفغيزون في المغرب كامل. ابا غادي ندوز معكم دي موديل زويونين في خويت مات، فوالا كاينين هاد التشكيلات هادو حتى هما زويونين وغزالين، والثمن ديالو 2900 درهم، 2900 درهم اللي هي 58000 ريال، 58000 ريال 290 اورو، 2900 درهم اللي هي 58000 ريال، شي حاجه غزاله وزوينه. واو الخاتم ديال 3300 حمقني لاله احلام،
ودوزي عندنا البريفي ان شاء الله ونزيدو نوريو لك مزيان نديرو واحد فيديو صغيور باش تزيد يعني باش يزيد يعجبك بزاف. ما جاوبتينيش حنا موديلات غافينيتي لي باك. اختي شكون اختي زهيره دوزي عندي الواتساب نوريك بزاف ديال لي موديل في الغافينيتي في لي موديل ديال لي باك ماشي مشكل. عندنا عاوتاني هاد الشكيل هذا حتى هو شكيل زوين والثمن ديالو كيدير 3600 درهم. شكرا ليا مرحبا بك. ام يوسف مرحبا بك خديتي عندنا العلاقه طوسه وبغيتي سلسله دوزي عندي البريفي ان شاء الله ما يكون خاطرك 3600 درهم اللي هي 72000 ريال. جاوب الله يحفظك الخاتم المدام بغيت واش القياس من خلال سينيك؟ لا سي حسن لا بالنسبه لي طاي كيختلف اخويا يعني كل عنده قياس ديالو ما جاتش بالسن هو معلك. دوز عندنا الواتساب ان شاء الله نوريك الطريقه كيفاش تعطينا العبار غير دخل عندنا الواتساب ها هو ديجا ابينغلي وديك الساعه نوريك كيفاش تعبر الخاتم باش ديك الساعه الا عجبك شي موديل نصيفطو حتى لعندك وان شاء الله يجي قدها باذن الله ماشي مشكل. ام صفاء اخوات كاملين اللي ما بانتش لها شي حاجه دوز عندنا الواتساب نوريكم بزاف ديال الشكل لان كاين بزاف ديال الموديل. عندنا عاوتاني خويتما بأثمنة مناسبه بحال هذا الشكل هذا خويتم 3 دي وفي شويه ديال الحجيرات. اميطاف تحيه ليك وشكرا ليك. الثمن ديال هاد لاباك هذا زويون 1400 درهم 1400 درهم اللي هي 28000 ريال. هادشي زوين صراحه الله يعطيكم الصحه ان شاء الله غادي ناخذ من عندكم شي حاجه واخا انا بعيده بزاف على سطات. مرحبا بك حتى حاجه ما بعيده كلشي قريب الحمد لله ان كي اتش دي. ما عليك ان شاء الله الا دوزي عندنا الواتساب والا كنتي بعيده نصيفطو حتى لعندك ويجي عندك حتى للدار علاش لا. هاد لاباك هذا كيدير 1400 درهم اللي هي 28000 ريال 140 اورو اللي هي 28000 ريال. عندنا عاوتاني هاد لاباك مشبك شي حاجه حتى هي زوينه وغزاله فوالا على هاد الشكل مشبكه وزوينه وصحيحه 1300 درهم. اللي بغى ياخذ الميمه ولا بغى شي واحد بغى ياخذ الهديه لماما فوالا عندنا هاد الشكيلات هادو مشبكين الثمن ديالو 1300 درهم اللي هي 26000 ريال 1300 درهم اللي هي 26000 ريال فوالا على هاد الشكل اخوات 1300 درهم اللي هي 130 اورو. سي منير حنا الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب عيا 18 تبارك الله عليك. وعندنا عاوتاني هاد الشكيل هذا اللي الثمن ديالو كيدير 1450 درهم اللي هي 29000 ريال 145 اورو 29000 ريال. نعاود نذكر الاخوات باللي هذه هي الجائزه اللي غنعلنوا عليها ان شاء الله ملي غنساليو اللايف. بالنسبه للمسابقه راه كيف ما شرحنا في الاول اللي دار بزاف ديال البارطاج هو اللي غيفوز معنا. هذا ما كان اللي دار بزاف ديال البارطاج ملي غنساليو اللايف ان شاء الله غنشوفوا شكون اللي دار بزاف ديال البارطاج وديك الساعه غيفوز معنا بكوردون ديال الذهب وغنصيفطوا ليه حتى المدينه اللي ساكن فيها. اذا نكملوا مع كاينين عندنا دي موديل زوينين ديال كيف كنقولوا السلاسل ديال المناسبات فوالا كاين عندنا هذا الموديل لاشين زوينه شي حاجه واعره ديال الرويال صحيحه وغليظه والثمن ديالها بالبوندونتيف ديالها بجوجهم كيديروا 12300 درهم. انا محتاجه سلسله ساره اختي ماشي مشكل دوزي عندنا الواتساب فوالا كيف كنقولوا عندنا هذا الموديل لاشين رويال بالبوندونتيف ديالها 1,140,000 ريال. لا كنصيفطو للمغرب كامل خارج المغرب لا تبارك الله عليكم المغرب السي حمزه كاين عيار 18 انا وليت مدمنه على السلعه ديالكم شكرا لك لاله فاطمه العامري تحيه لك 1,140,000 ريال كيف كتشوفوا لاشين رويال بالبوندونتيف ديالها 1,140,000 اللي هي 1230 اورو 1230 اورو 1,140,000 ريال. نكملوا مع سنيسلات باللي بوندونتيف عاوتاني عندنا فوالا ندوزو هادو سلام عندنا هاد الموديل حتى هي لاشين اي بي ماشي رويال لاشين اي بي
بالبوندونتيف ديالها على هذا الشكل. لا فوالا البوندونتيف شي حاجه زوينه وصحيحه صحيحه وشي حاجه ممتازه. والثمن ديالها كيدير 9500 درهم اللي هي 190000 ريال. فوالا ديروا لها كابتور ديكرو اخواتي الا عجبتكم شي حاجه سكرين. فايزه الشيخ لا حاشا بالعكس حنا الحمد لله مع كل شيء، غير هو اختي راه كيعرفه الذهب راه كيف كنقولوا راه العمله يعني ما يمكنش يخرج على برا. 9500 درهم اللي هي 190000 ريال مليون تبارك الله عليك. عندنا عاوتاني هذا الموديل، هذه السنيسه ديالها رقيقه والبوندونتيف شي حاجه كبيره. فوالا لاشين رقيقه ولكن البوندونتيف على هذا الشكل. الثمن ديال هادي كدير مليون و10000 ريال، مليون و10000 ريال. ام صفاء واش مازال ما تجاوبش؟ ما عرفتش ام صفاء، كنعتذر ما قريتش الميساج ديالك. الثمن ديال هاد لاشين بالبوندونتيف ديالها مليون و10000 ريال اللي هي 10500 درهم. ماشي مشكله لا ماريا، دوزي عندي البريفي باش نعطيك الناس. هانتوما مع مجوهرات اميره راه اللي بغيتوها موجوده الحمد لله، من الرخيصه للغاليه، والحمد لله حتى حاجه ما غاليه عليكم وحتى حاجه ما غاليه في وجهكم. المهم الا تسعد البريفي مشيو على البيجي اللي بغيتو. مليون و10000 ريال لاشين بالبوندونتيف ديالها على هذا الشكل، ولكن راه شي حاجه مخدومه وصحيحه، شي حاجه يعني شي حاجه متقونه، ماشي زعما لاشين اي بي صحيحه واخا رقيقه، والبوندونتيف مشبك شي حاجه زوينه وكبيره. اللي عجباتها شي حاجه ما عليكم الا ديروا كابتور ديكرا ولا ديروا سكرين، وكيف العاده دوزو بريفي. نكملوا، عندنا دي براسلي اللي غنبداو بهم مو هادو، ثلاثه ديال لي براسلي بثمن جد مناسب. ما تنساوش اخوات باللي الجائزه يسالي اللايف ان شاء الله غادي نعلموا على شكون فاز بكوردون ديال الذهب. الطريقه يعني ديال كلشي يشارك المسابقه هو كلكم ديروا بارطاج، واللي دار بارطاج بزاف بزاف بارطاج لي جروب، بارطاج لاي واحد كتعرفوا. المهم اللي دار بزاف ديال بارطاج هو اللي غيربح معنا كوردون ديال الذهب. كنعاود نذكر ديما المسابقه، عندنا ثلاثه ديال لي براسلي ديال بحال هكا ديال اناناسا، شي حاجه زوينه، شي حاجه زوينه سامبل ومخدومه. ثلاثه ديال لي براسلي الثمن ديالها 8200 درهم جنان. حنا كاينين في مدينه سطات في المغرب بيان سور، وفي مدينه سطات وكنديروا لا ليفغيسون في المغرب كامل، خارج المغرب كنعتذروا منك لاله جنان. 8200 درهم اللي هي 164000 ريال 820 اورو بيان سور لاله سناء، هادشي راه ذهب. عندنا عاوتاني هذا الموديل، عندنا هذا الموديل الثمن ديال هذا الموديل، هذا كيف كنقولوا درناه بروموسيون بثمن جد مناسب، كان كيدير 4000 درهم ودرنا ليه غير 3400 درهم، 3400 درهم اللي هي 68000 ريال على هذا الشكل، 68000 ريال 340 اورو. فوالا كيف ما كتشوفوا اختي صنوره، اسمح لي راه والله ما شفت الميساج ديالك، بالعكس ماشي ما بغيتش نجاوبك، غير هو كاين بزاف ديال لي ميساج، اما الحمد لله ملي كنشوف لي ميساج راه كنجاوب. عندنا هذا البغاسلي هذا حتى هو الثمن ديالو جد مناسب، انا من الجزائر وعجبني بزاف، تحيه خاصه الناس ديال الجزائر وتحيه لكم بزاف بزاف، مرحبا بكم. فوالا عندنا هذا الموديل الثمن ديال هذا البراسلي هذا كيدير 3600 درهم، 3600 درهم اللي هي 72000 ريال. زيزو خليك معايا غندوز حلقه تحتهم، 72000 ريال 3600 درهم 360 72000 ريال. هادو بالنسبه للي بغاسلي. عندنا عاوتاني هذا الموديل في البغاسلي حتى هو بثمن كيف كنقولوا جد مناسب، ولكن شي حاجه الجوده والاتقان والصح، كيف كان ديما كنركزوا على شي حاجه صحيحه وزوينه. فوالا بغاسلي مشبك، تحيات الناس سطات بلادي مهامها، تحيه ليك، تحيه الناس كاملين تبارك الله عليكم. الله يودي ماني هي بيان سي خصنا نقولوا بالدرهم وبالريال وحتى بالاورو،
لان كاين بزاف عندنا ديال الناس كيتبعونا خارج المغرب. 6600 درهم اللي هي 660 اورو 660 اورو 132 الف ريال. ما تنساوش ديروا كابتشر دو كرون وديروا سكرين باش دوزوا عندنا الواتساب. 132 الف ريال. ولا بغيتوا تشكيلات ديالهم او لا بغيتوا ثلاثوات ديالهم او لا اي حاجه بغيتوها في مشبك، ما عليكم الا دوزوا عندنا الواتساب ونوريكم ان شاء الله. عندنا عاوتاني موديل زويون وغزال، فوالا نباله ما فيهاش بزاف ديال الحجر، فيها حجيره زويونه الوسط خضراء وعلى هذا الشكل. فوالا نحاول نوريكم بغاسلي بهذه الطريقه. والثمن ديالو كيدير 5900 درهم. سي بدر الكسكوس عندك البراسلي الرجال، مرحبا بك سي بدر، الا دسي عندنا الواتساب ان شاء الله غادي نوريك لي موديل اللي عندنا في الرجال، مرحبا بك. ناصر حنا كنتواجدوا في مدينه سطات زنقة الديبية نمره 61 بيان سيغ مجاورات مجاورات اميره، كنتواجدوا في مدينه سطات الفرع الاول في قصريه الشاويه نمره 18 والفرع الثاني في زنقة الديبية نمره 61. فوالا 5900 درهم اللي هي 118000 ريال. كيف كنقول لكم اللي عجبات شي حاجه كابتيغ دو كرون سكرين ودوز الواتساب. تحياتي من هولندا لالا فاتحه، تحيه ليك. بيجوتريسك في وجده، هي لا حنا في مدينه سطات ماشي وجده، في مدينه سطات. عندنا عاوتاني واحد الموديل اللي باقي ما دوزناش زويون، هذا الموديل ديال اناناسا، هذا موديل زويون ديال اناناسا، الثمن ديالو كيدير 2950 درهم. تحيه لك لالا ساره ادم، مرحبا. 2950 درهم اللي هي 59000 ريال 295 اورو. 59000 ريال شي حاجه زوينه وغزاله. 2950 درهم. مرحبا بك لالا نعيمه اليعقوبي، الا دسي عند الواتساب الحمد لله كاين كلشي. اي ارتيكل بغيتو او لا اي حاجه بغيتو، حنا اللي لايف راكم عارفين كندوزو دي زارتيكل قلال، ولكن كاين بزاف ديال الشكيلات عندنا. عندنا عاوتاني هاد البغاسلي هذا فيه شويه ديال الحجر ورقيق، هذا رقيق ماشي شي حاجه غليظه. فدوا اكوني تبارك الله عليك. فوالا اللي عجباتها شي حاجه دير لي سكرين. فوالا هاد البراسلي هذا 2400 درهم اللي هي 48000 ريال. ناصر بالنسبه كيف قلتي بغيتي تعرفي الطريقه ديال الارسال، حنا كتعطينا غير لادريس ديالك والسميه والكنيه ونمره التليفون، كدوزي عندنا بيان سور الواتساب اولا كدوزي عندنا البريفي في ميسنجر، وديك الساعه حنا كنصيفطوا لك باغ امانه، اي يعني فيما كنتي يجي الارتيكل حتى لعندك، خاصك غير تكوني مقتنعه به 100%. 2400 درهم اللي هي 48000 ريال. بغاسلي على هاد الشكل شي حاجه زوينه وغزاله 48000 ريال. مرحبا بك لالا زهره، كاينين نبالات شي حاجه زوينه ويعني كيف كنقولوا وازنه. عندنا عاوتاني هاد الشكل هذا كرياسيون ديال المجوهرات اميره، شي حاجه مشبكه وسامبل وفيها جوج حجيرات خضرين. سلام خويا معك اهل العيون في الصحراء، واش كتوصلوا هنا في هاد الشيء غزال. فاطمه فاتي تحيه للناس ديال العيون في الصحراء تبارك الله عليك، مرحبا بك. بيان سور حنا كنديروا لايف غيزون في المغرب كامل، فيما كنتي يجي حتى لعندك. غير بالنسبه للصحراء لالا ريم كان يعني كيكون شويه ديال الوقت، لان كتوصل ما بين 3 ايام حتى 4 ايام، ولكن اي ارتيكل عجبك راه نليفريو لك فيما كنتي. 112000 ريال 5600 درهم اللي هي 560 اورو 112000 ريال. فاطمه الزهراء محمد تحيه لك من الحي الكمال، تحيه تبارك الله عليك، وما كاينش بزاف راكي قريبه لينا. عندنا واحد لي دومي بغاسي زوينين كيف ما كتشوفوا، هادو دومي بغاسي ديال غافينيتي كيتمشاو مع لي مونتر لا كلاس، شي حاجه زوينه واخا الثمن ديالها شويه طالع، ولكن كيف كنقولوا طوندونس. هادي كدير 4900 درهم 4900 درهم اللي هي 98000 ريال. شرف دوزي عندي الواتساب انا الحلقات انا غندوزهم، خليكم معنا ندوزو دابا الحلقات. رامي شاهير تحيه ليك، بوجودكم ان شاء الله منورين تبارك الله عليك. كاينين دي زونسوبل لالا نعيمه اليعقوبي راه ديجا جاوبتك، دوزي عندي البريفي ونوريك بزاف ديال الشكيلات في لي زونسوبل.
عندنا براسلي ديال لانفيني على هذا الشكل فوالا براسلي زويون والثمن ديالو 5100 درهم 5100 درهم اللي هي 510 اورو 5100 درهم اللي هي 510 اورو نعاود ذكر الاخوات اللي في برا خارج المغرب كيف ما الحمد لله كنتعاملوا مع ناس خارج المغرب اي ارتيكل عجبكم كنتعاملوا معاهم باغ ويسترينيو كيصيفطوا لينا مثلا يعني كاين اللي بعض المرات كيعجبهم دي زارتيكل زوينين وكيخافوا انهم الا جاوا ما غيلقاوش هذوك لي زارتيكل كيصيفطوا لينا القيمه ديالو كنخليوها لهم فوالا عندنا هاد البغاسلي هذا 5100 درهم اللي هي 2000 ريال 510 اورو 500 دي اورو بغاسلي شي حاجه لا فينيسيون زوينه والصح والعمل كيف كنشوفوا قاصح صحيح 5100 درهم دابا غادي ندوزو لي بوكل اللي بغات لالا ساره وجوديا والاخوات كاملين فوالا عندنا لي بوكل على هذا الشكل المهم غنوريكم غير شويه من لي بوكل ديك الساعه غندوزو عندنا البريفي نوريكم بزاف بزاف عندنا هاد لي بوكل هادو شكرا لك لالا هاجر هاد لي بوكل هادو الثمن ديالو كيديروا 2400 درهم 2400 درهم اللي هي 48000 ريال 48000 ريال 240 اورو شي حاجه مشبكه وبلديه 48000 ريال عندنا عاوتاني لي بوكل على هذا الشكل حتى هما نفس الثمن هما مختلفين غير باللون ديال الحجره 240 اورو فاتحه تبارك الله عليك مرحبا والف مرحبا تحيه الناس الجاليه 2400 درهم اللي هي 240 اورو 48000 ريال مرحبا بك لاله حسنة مالك دوزي عندنا البريفي ما يكون خاطرك عندنا ثاني هاد الحلقات جبد لي شي حلقة روميين هاد الكوليكسيون اللي جات جديدة كاينة غير ندوزو هادوك لي موديل حتى هما 2400 درهم اللي هي 48000 ريال نور الدين الرأي ديالك يحترم غير هو غلطتي في طريقة الإلقاء لهذا الميساج هذا لان مجوهرات اميره اختصاص ديالها هو بيع الذهب عيار 18 ما كاينش من غير عيار 18 في المغرب كاين غير عيار واحد اللي هو 18 ابار الا كنتي كتهضر على البلاكيور لان البلاكيور حنا ما كنديروش غتكون 100% غلطتي حنا ما كنديروش بلاكيور كنديرو غير الذهب مرحبا بك عندنا دي بوكل روميين شي حاجه زوينه والجوده ولا فينيسيون موت متقونه كيف كتشوفوا واخا الثمن شويه طالع فوالا كيف كتشوفوا 6800 درهم 6800 درهم اللي هي 136000 ريال 6800 درهم اللي هي 680 اورو 6800 درهم خويا دوزتي الدبالج مبرومين لالا فاتحه دوزي عندي البريفي وديك الساعه نوريك لي موديل اللي عندنا مبرومين راه موجودين يعني لا طاي اللي بغيتي راه كاينه والكرامات اللي بغيتي راه موجودين فوالا 6800 درهم اللي هي 680 اورو 136000 ريال فوالا لي بوكل زوينين على هذا الشكل اللي عجبتها شي حاجه دير لها كابتور ديكرون وحنا كيف كنقولوا كنتواجدوا في مدينه سطات زنقه الديبيه النمره 61 وعندنا عاوتاني هذا الموديل حتى هو موديل جديد فوالا موديل زوين وغزال 3700 درهم اللي هي 74000 ريال 370 اورو نتمنى اخوات راه ان شاء الله حنا مازال كيف كنقولوا مازالين عند الكلمه المسابقه قربنا نساليو اللايف وان شاء الله غنساليو اللايف من بعد 30 دقيقه غنشوفوا شكون اللي دار بزاف ديال البارطاج ديك الساعه غنعلنوا على الفائز يعني في واحد الوقيته اللي قريبه بزاف اللي دار بزاف ديال لي بارطاج هو اللي غيفوز معنا يعني لان كاين بزاف ديال لي جروب بزاف يعني فيما بارطاجيتي في لي جروب في اي يعني في اي بلاصه المهم اللي دار بزاف ديال لي بارطاج هو اللي غيربح وغيربح معنا كوردون ديال الذهب واليوم هذه راها مسابقه خاصه ابار كاين مسابقات ديال كل شهر هذيك بوحدها 3700 درهم اللي هي 74000 ريال 360 اورو السلام عليكم اخي فين كاين المحل وانا مدينه والله ما يسر الى مدينه لا بسمع حنا في مدينه سطات
بالضبط في زنقة الذهبية نمرة 61. وقت ما جيتو لسطات زنقة الذهبية راه معروفة ومرحبا بكم في أي وقت. أباغ هادو لي بري ديالهم مدرتهمش عرفهم غادي نوريكم واحد ثلاثة سنيسلات حتى هما تشوفوهم. فوالا عندنا هاد الموديل هادي شي حاجة زوينة وغزالة والثمن ديال هاد لاشين هادي كدير 2000 درهم اللي هي 40000 ريال 200 اورو 900 درهم. انا مدينة وجدة. حسناء دوزي عندي الواتساب هو ديجا نيميرو دو الواتساب ايبينغلي يا اما 06 29 72 16 34 او لا 06 64 46 41 16. وديك الساعة حنا ماشي مشكل مرحبا بك فين ما كنتي نجيبوك لارتيك 2000 درهم اللي هي 40000 ريال. فوالا على هاد الشكل عندنا هاد لي بوكل ديال 3 دي. هادو دي بوكل زوينين. جواد بن تبارك الله السي كريم بلغ سلام ليوسف غنديرو شي ما تبارك الله السي جواد وتحية ليك ومرحبا بسلامك الله يحفظك سيدي. فاتي زوبيري تبارك الله عليك السي كريم هادشي امبيكابل شكرا لك لالا فاتي تبارك الله عليك وشكرا على التعليق الجميلة ديالكم. كيف كنت الاخوات كاين هاد لي بوكل ديال 3 دي اللي الثمن ديالو كيدير 1400 درهم اللي هي 28000 ريال وكاينين حتى الصغار ديالهم. فوالا الصغار ديالهم هادو الحلقات الصغار لان كاين الكبار وكاين الصغار. هادو هما الصغيورين الثمن ديالهم كيديروا 900 درهم اللي هي 18000 ريال 900 درهم اللي هي 18000 ريال 90 اورو 90 اورو الثمن ديال هاد الحلقات ديال 3 دي. وكاين هادو الكبار ديالهم كيديروا 1400 درهم اللي هي 28000 ريال 140 اورو. هادو بالنسبه للحلقات ديال 3 دي. هذا ما تبقى في اللايف وتحيه للاخوات كاملين والحضور ديالكم والتعاليق الجميله ديالكم تبارك الله عليكم وشكرا لكم بزاف بزاف. وان شاء الله راه حنا كيف كنقولوا حنا عند غنوفيو بالكلمه ديالنا باذن الله غنساليو اللايف وغادي نشوف شكون هو اللي فاز معنا بزاف ديال البارطاج وان شاء الله هو اللي غادي يفوز بكوردون ديال الذهب اللي غنعاود نوريه. بالنسبه للمسابقه اللي قلنا هي هذا هو الكوردون ديال الذهب اللي غتفوزوا معنا به هو هذا. اختي سهام جيتي معطله. اختي سهام حنا اليوم درنا واحد المسابقه اللي دار بارطاج بزاف بزاف ديال لي جروب يعني بزاف يعني ملي غنساو غنشوفوا شكون اللي فات بزاف ديال لي جروب هو اللي غيفوز معنا بكوردون ديال الذهب اللي على هذا الشكل. هذه مسابقه خارجه النطاق المسابقات اللي كنديروا كل شهر لان اي واحد كيتقدى عندنا بيان سيغ راه كيفوز. وبالنسبه للتيراج او سوغ ديال لا طومبولا راه باقي ما درناهاش باذن الله باقي ما درناش التيراج او سوغ ديال طومبولا اللي كيتقدى عندنا راه كيربح. هذه غير مسابقه ديال بارطاج يعني اللي دار بزاف ديال بارطاج هو اللي كيربح معنا هذا الكوردون ديال الذهب. تحيه الاخوات كاملين ان شاء الله خليكم معنا من هنا لواحد شويه غادي نجاوب على شكون اللي ربح معنا. وشكرا لكم بزاف على البارطاج ديالكم على الدعم ديالكم وتحيه لكم كيف كنقولوا معكم كريم من مجوهرات اميره اللي في مدينه سطات. تحيه لكم وتبارك الله عليكم وشكرا لكم بزاف بزاف. والى ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله يوم السبت باذن الله مع الربعه ديال العشيه. مرحبا بكم اخوات وتحيه لكم.